السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. جيناكم اليوم طلعة جديدة ويوم جديد، الله يكتب لنا اللي فيه الخير يا رب. جايين نرسل، وهنا عندنا أحمد الحلو. حيو حيو. لا 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 لا، شايل على طول مسكناه، يبغى يحط الدويلمي. شو الأخبار؟ شو علوم؟ ها سر اليوم؟ ما أدري سر اليوم، الله أعلم. والله برسله كامل يا جماعة الخير صراحة. أوه ناوي. اي والله نوريهم الثلاثة ولا ما يحتاج؟ لا 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 نوريهم. الثلاثة صغنون صغير بس. شو صغير مرة يعني. ثلاثة أكبر من الدول من بس. يا الله عشان يدس كذا في النص زي ليش؟ اللوك. الله يعيننا الله يا رب. ان شاء الله. جاهز ان شاء الله. ان شاء الله الله يرزقنا. ان شاء الله. امين يا رب. يلا نجهز الحين ونودي. هذا هو. وهذه البتحة من اليوم اللي فات. يعطي العافية احمد. تلجدياها وجبناها زي ما هي بسيمها. الله نرسلها والله يكتب لنا في الخير. وهنا احمد الحلو قاعد يشكل. يحاول يشكل. دويلمي. اوه ايه عدل حلو مكانه. الله سيمية. ها سيمية لازم تكرم الدول. لازم حق تشاب تشاب. يلا بسم الله. وباقي متجمد ترى شوية ثلج. احسن خليه يفك في البحر. اصلي وانا الثلاث الصغير. الصغير مرة. ترى شوف بالنسبة لده، شوف عشان تعرف الحجم يعني. فرق يعني فرق السماء الارض. صغير مرة. ما شاء الله. بعده ودي خياطة. كأنك في خياط. الله يرزق الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. يرزقنا ويرزق. ثلاثيان ولا ثلاثة؟ بحط آخر واحد سنجل صراحة. أحسن شيء. لأن ما عندي ثلاثيات كبار. سنجل. ما يحتاج. أسحب. بسم الله. يا شي ربط كذا يا طيب. بس فكر شلون جاك هنا. حط ميدار عماني. اوه يا سلام. شكريه الحين عاد تعطيه. ايوه دخل الثلاثيات. زبنهم. خلي هذا عكس عكوز. لا شكه. مهدة. يا سلام. هذا الشكل جاهز. فين ما تخبط ان شاء الله. ان ايش باذن الله فهمها ان شاء الله. باذن الله الله يكتب اللي فيه الخير يا رب. لنا رزق اخذناه. بسم الله نوديها الحلو. نقول يا الله يا كريم رزقتها ان شاء الله. بسم الله. شير وش دخ. الله يرزقنا ويكتب لنا اللي في الخير يا رب. الحمد لله الحين طيحت قبتي. احمد طيح قبته. دويلمي وبتحة الله يكتب لنا اللي في الخير. شويات ونطلع حي. نودي بالحي ان شاء الله باذن الله. بس الحين قلنا نشوف يمكن الميت ابقى من الحي احسن. الحين جينا نطلع طعم حي. عندنا الروبيان قصصته صغار. بسم الله نركب. نقول بسم الله. خيط 40 ميدار صغنطوط ثقل ربع. نقول بسم الله. نقط هنا ننتظر نطلع لنا طعم حي ونرسله حي. لا طلعت بات حي زي ما انت شايفين ما شاء الله. لا طلعت لي بتحة حية برسلها حية. بسم الله على بركة الله. الله يكتب لنا اللي فيه الخير يا رب ان شاء الله. استحملينا اسفين. هذا الاول. هذا الثلاث الثاني. الثاني بشكة من هنا. بسم الله.
هذا التراث الثاني زي ما انتم شايفين. حيا الله يكتب لي ريت الخير. نقول بسم الله، نرسل البتحة الحية زي ما انتم شايفين. الله يكتب لنا ريت الخير يا رب. نقول بسم الله برزقتها يا رب. شايفين كيف تسبح؟ الله يكتب لنا ريت الخير، الله يرزقنا. هذا الحين طيحت القبة اللهم لك الحمد، راحت ارسالية مشي حالك. واحمد رجع رساليته ما ضبطت معه، الحين بيرجع يرسلها والله يكتب له في الخير. بسم الله، يمكن بلبولي، يمكن. بسم الله، القبة ضربت، كنت حاطها انا ورا هنا، سحبت لين هنا، ما ندري عاد هي ضاربة هي ايش، الله اعلم. خلنا نشوف. فيها وزن؟ الله فيها هي، بس ما ادري هو وزن شيء. طيب يمكن الخيط حادث مرة، ما ادري، ما اسحب ترى. شوف، لا لا موجود شيء. والله والله نتع؟ في نتع. يا الله فيه بسم الله، في نتع، في قول بسم الله على بركة الله. في نتع والله، اعطاني طو طو طو. كان القارث قاعد يكمل والله. خربت عليه. لا والله اعطاني نتع والله. في وزن بقى وزن؟ لا وزن خفيف، وزن خفيف بس اعطاني نتع والله. ما ادري ايش رايك. عادي ما فارقه والله. انا اعطاني نتعتين طط طط. اسحب ما يندرى، يمكن بالول. بالول اللي هو يا رجال اللي يجي من الله. يا الله اي والله يا عاصر. ها قاعد يعافر والله، دعس مو ثقل، قاعد يخبط يمين يسار. ان شاء الله بالول، ان شاء الله كان عدا. قرب ان شاء الله كان عدا، بس ما صفح صفح. اه اشوف شيء. قرب ما لقيت الا انا. اشوف انزل له. بسم الله ان شاء الله بالول. ما اشوف خيط. ايه بالول. ايه ما شاء الله ما شاء الله، كفوك الطيب ما شاء الله. شو الضرب على ايش؟ على البدحه الحيه. على البدحه الحيه. لا لا مو كلبشه، مو كلبشه. المدار اللي في النص اقول لك هز راسه. شو كيف ضارب شفه؟ سبحان الله الرزق. هذا البدحه الحيه، هذا اللي باقي منها. هي كانت حيه شكلها. ما شاء الله بلول الطير الجيشي. هلا باي. هلا هلا هلا. كوت بس جيشي. يا سلام يا سلام. كيلو ونص. كيلو كيلو ونص. كيلو ونص. هز راسه يوم ما سحبته. ايه هز راسه. اقول لك انت يوم كنت تسحب خيطك احس في شيء، بس ما حسبت انه هو. لا هز انت ما هز معك. انا ما هز ترى. لا يوم كنت تسحب خيطك اقول لك في حركه بيدي قاعده تصير بالخيط. يمكن هو. فشكله كان يمكن هو. يمكن هو. يلا الحمد لله. الحمد لله. طلع شيء. هذا هو. سيف من متى احنا هنا؟ والله يمكن كم من الساعه 9 من صلاه الظهر. لا لا 9 الصبح او 10. لا لا جينا احنا تجمعنا هنا. لا احنا عند الموتر كنا جالسين. ايه صح كنا قاعدين نجهز من الساعة تقريبا 9:30 10 كذا. ايه 10 الحين المغرب خلاص الساعة 5 ايه. و11 دقيقة. شوفوا والله ولا ندري ترى قاعد يسحب سحبات خفيفة. هذا هو طبعا لحد الحين ما ضرب الا هو. ما في الا هو. خلاص احنا اصلا طفشنا وسوينا كل شيء. والله نسحب احنا بس القبه سبحان الله بنقوم نصلي الا القبه سوت. الحمد لله. شخط. سحبت على خفيف. والله الحمد لله. اهم شيء اليوم ما راح ايش؟ عارف فاضي. عارف فاضي. وهذه البدحه الحيه شوف القارض اكلها. بدحه القارض لما نقول قارض يعني سمك قباقب اي شيء صغير يقدر ياكل 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 فيها. قباقب في القمله بعد يسمونها دي. القمله تاكل اللحم. جا هو. بلوعي. جا يبغى يضربها. ولكن انضرب انضرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. جيناكم بيوم جديد ومقطع جديد، الله يكتب لنا اللي فيه الخير يا رب. جينا اليوم ارساليات، هنا ارساليات قاعدين نجهز. هنا معنا نايف. يلا حيا. هلا هلا. اخبار علوم؟ مساء الخير. مساء النوم. قلدنا بالتيشيرت حتى ما يخلينا. ايه اكيد وراكم وراكم. هنا ايش عنده؟ حاطه بيرسل جوافه و مشوهه مسيم الاثنين. ها
هلا الله يستر اثنينهم اسيام. يلا فالك فالك ان شاء الله الهامور. الحين برسل البطانة وميدة بياحة حط ثلاثيين مسيم. البطانة خيط مية هذا اكتب لنا اللي في الخير يا رب. بسم الله على بركة الله. بسم الله قبة نايف توه مطيح. ايه ضارب ده والله ضارب والله ضارب كلك هذا امسك قبلك شير ايه لا جاي طيح نايف هنا جنبي طيح نايف سبحان الله ضرب عليه بس ما ندري وش هو عليه بالوت توه مطيح ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ضرب نايف بالوت ما شاء الله تبارك الله توه مطيح على هالجوافة بلعها بلع ما شاء الله تبارك الله. وهنا جينا بنهاية المقطع يا شباب ان شاء الله يكون اعجبكم. لا تنسونا من دعمكم الشير واللايك والسبسكرايب ونشوفكم مقاطع جاية. مع السلامة.